بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وآله وصحبه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في درس الأمس عن شيء من الأسباب الشرعية الإيمانية في نفس الوقت القدرية لحصول الأرزاق. نضيف اليوم إضافة مهمة، وهي طريقة تعاملنا مع ما يسوقه الله لنا ويوقعه في أيدينا من أموال وأرزاق. نحن في هذا الزمن يمكن أن نسميه يعني زمن السوق الاستهلاكية. طريقتنا في الاستهلاك، طريقتنا في الشراء غير رشيدة في غالب الأحوال. نشتري كل شيء ونرغب في شراء كل شيء، حتى تجد أن مادة الشراء في حياة كل فرد منا ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مادة حاضرة باستمرار. نشتري نشتري، ربما حتى لا نفكر لا كثيرا ولا ربما حتى قليلا في جدوى ما نشتري، وهل نحن فعلا محتاجون إليه، أو نشتريه من باب تحقيق شهوة في النفس هي شهوة الشراء. وقد لام عمر بن الخطاب قديما بعض الناس وجدهم يشترون بعض الأشياء من السوق، يعني ظاهرها أنها لا حاجة لها، فقال: لماذا تشترون؟ قالوا: يعني اشتهينا أن نشتري فاشترينا. فقال لهم: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ صار الشراء إذن تحقيق شهوة في النفس، شهوة الشراء، ليس حاجة إلى هذا المبتاع أو هذه السلعة التي اشتريت. وعالمنا اليوم وزمننا اليوم يضغط علينا كثيرا ويدفعنا دفعا للشراء، عن طريق الدعايات، عن طريق المظاهر التي أصبحت العوائل والأسر وحتى الأفراد رجالا ونساء وصغارا وكبارا، والشباب على وجه الخصوص يتفاخرون بها. اشترى هذا جوال جديد، يشتري مباشرة ذلك جوال جديد. اشترى هذا ساعة كذا، لابد يذهب يشتري ساعة وكذا. اشترى سيارة، يروح يبذل يشتري ويتدين حتى يشتري سيارة. صار في نوع من التنافس استهلاكي يمكن أن نعنونه بأنه عدم رشد في الشراء، ولذلك تقع المعاناة. معاناة ماذا؟ نضطر كثيرا إلى التدين، نضطر كثيرا إلى السعي إلى البنوك لأنها تقدم قروض تسميها قروض ميسرة، وهي في حقيقتها معسرة لأنك ستسددها أضعافا مضاعفة. أضرب لذلك مثل السيارات مثلا. الله، قبل أن نذكر هذا المثل، الله سبحانه وتعالى تقديرا كونيا قسم أرزاق الناس وجعلهم مراتب ومستويات. هذا من طبيعة التكوين القدري للأفراد والحياة. قال الله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. تقدير قدري له حكمه العظيمة في نظام الكون للخالق رب العالمين. لا يمكن يكون الناس كلهم أغنياء، ولا يمكن يكون الناس كلهم فقراء، لابد من المستويات. السيارات مثلا المعروضة في الأسواق، منها ما سعره يعني في متناول صاحب الدخل المحدود كما نقول يعني، ومنها ما سعره يتجاوز ذلك بأضعاف كثيرة إلى مبالغ هائلة جدا يستطيعها أفراد معينون في المجتمع وسع الله عليهم. هذه الناحية القدرية إذا ما انتبهنا لها وبنينا عليها نظام شرائنا نقع في مشكلة. آية من القرآن العظيم مهمة جدا هي أعطت منهجا رشيدا للإنفاق. كما أنك تطلب الرزق يجب أن تكون رشيدا في الإنفاق. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. من وسع الله عليه ينفق بقدر ما عنده، ومن قدر عليه رزقه، أي من كان رزقه محدودا، فلينفق مما آتاه الله على قدره وبحسبه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعد أنك يا صاحب الرزق القليل في نظرك وصاحب الدخل المحدود، إذا اتقيت الله وفقهت هذا التنظيم الرشيد القرآني القدري، فإن الله سيجعل لك بعد عسر يسرا. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن تأتي الدعايات، سواء من شركات السيارات مثلا أو حتى من البنوك،
بإعطاء قروض ميسرة بدون كفيل ربما، بدون كذا بدون كذا، فيذهب ليشتري السيارة عن طريق البنك، يشتري البنك السيارة له، ثم يسدد هو البنك بأقساط. ولكن ما الذي يحصل؟ أن قيمة السيارة التي كانت بستين ألف مثلا تصبح ثمانين وربما تسعين وربما مئة ألف، فصارت ضعف سعرها، فأصبح مديونا مرتبطا، راتبه ومستقبله الوظيفي ربما، ومرتهن حياته كلها في هذه القروض لذلك البنك، بسبب أن البنك والدعاية أغرته بأن يشتري سيارة دخله لا يؤهله في الحقيقة إلى أن يتجاوزها، فخالف مقتضى هذه الآية. وفي الحديث الشريف الذي جعلناه عنوانا لهذه الحلقة، ما عال من اقتصد، أي الذي ينفق بقدر ما يدخل عليه، وهذه سياسة اقتصادية معمول بها فيها حتى على مستوى الدول. لا يمكن أن تكون ميزانية كل دولة إلا بمستوى وارداتها، لا يمكن تكون صادراتها وما تنفقه إلا على قدر ما يرد عليها في خزينتها، هي معادلة واضحة. كذلك أنت عادل نفسك أيها الرجل وأيتها المرأة، أيضا خاصة الموظفين والموظفات، تغريهم هذه القروض بشراء سيارات باهظة الثمن، بشراء أثاث باهظة الثمن، وكما نسمع خاصة عند بداية الإجازات الصيفية إغراءات السفر حتى تقدم له البنوك، تقدم له الشركات قروض ليسافر وإلى هنا وهناك، ثم يسدد طول السنة ربما قيمة كم يوم سافرها بسبب قرض جر عليه أضعافا مضاعفة من فوائد تسمى تارة بأسماء كثيرة جدا، لا أدخل في الآن في النزاع الفقهي فيها، ولكن هي إثقال على كاهلك وإثقال وعدم رشد في رسالة التي تريد أن أوصلها في الإنفاق، ومخالفة لللفتة القرآنية والتعليم القرآني، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والنتيجة ما هي؟ النتيجة أن الشركات ضمنت الزبائن، ضمنت من يأتي فيشتري من كل طبقات المجتمع، والبنوك ضمنت حركة تداول وتدوير رؤوس الأموال المرصودة عندها، والنتيجة النهائية أن قطاع كبير من شرائح المجتمع خصوصا الموظفين والموظفات والمدرسون والمدرسات مديونين، يسددون كل شهر ثلثي الراتب ربما إلى النصف إلى ما هو أكثر للبنك الفلاني وللشركة الفلانية، فلا يبقى معهم ما يقتاتون به إلا الفتات، فتصبح الحياة مرهقة والضغوط النفسية كثيرة والديون لا تكاد تنتهي على كواهل الناس. فدرس الذي يريد أن أصل إليه من الرشد أن تنفق بقدر ما يدخل عليك، ولك وعد من الله بأن سيجعل الله لك بعد عسر يسرى، وما عال من اقتصد لنفقه هذا، نرتاح كثيرا من الدين، فإن الدين هم كما قالوا بالليل وذل بالنهار. وسع الله علينا وعليكم في الأرزاق، وكفانا شر الدين والحاجة إلى أموال الغير، فإن ذلك من العافية التي يجب أن تطلب، ونسألها ربنا سبحانه وتعالى. وأختم بحمد الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.